هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده معايا وصفه لتفتيح المناطق الغامقه في الجسم والبشره كلها، في جسمك كله او في وشك. بصوا، بصراحه انا ما جربتهاش قبل كده، بس يعني عايزه اقول لكم، امبارح جالي فيديو قصادي وانا بتفرج على اليوتيوب، واحده كاتبه قسما بالله اول مره اجربها وانصدمت. دخلت اتفرجت عليها وشفت الوصفة، يعني على الريفيو بتاعها حلوة جدا. دخلت كتبت المكونات بتاعتها في السيرش، ظهر لي 300 فيديو بنفس الجملة. اقسم بالله ندمت اني ما عرفتهاش قبل كده، فيعني كلهم بيقولوا انها حلوة بنفس يعني نفس اسم الفيديو، كذا واحدة عاملاها وكذا واحدة كتير، لكن في شخصية كاتبة مكونات يعني على اسم الفيديو مكونات الوصفة دي وصفة زبالة وما تجربوهاش. طب انا دلوقتي اصدق مين؟ فقلت اجربها معاكم لايف، لو حلوة هقول لكم، وحشة هقول لكم، حتى لو وحشة برضو هنزل الفيديو واقول. فيلا نعمل الوصفة ونشوف هنحتاج ايه. هي طبعا بداية معمولة لتفتيح الجسم والمناطق الغامقة في الجسم والترطيب وريحة، وبصوا يعني كله بيشكر فيها. انا بصراحة مش عارفة هي حلوة فعلا ولا لا. يلا نشوف مكوناتها ونبدأ ونشوف هنحتاج ايه في الوصفة وهنعمل ايه. ورجعت لكم يلا عشان نبدأ الوصفة مع بعض، بس حطوا لايك الاول واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة وبطل الوصفة هو الصابون، او الصابون يعني اللي احنا بنستخدمه، اي نوع بتفضليه، وفي مناطق كتير اسمه الصابون ابو ريحة، مش عارفة ليه بيقولوا عليه كده، بس تمام. هو الصابون اللي احنا بنستخدمه للاستحمام او الوش، اي نوع، كامي، فا، دوف، اي صابون عندك. انا النهاردة مستخدمة فا. اي صابون عندك بتجيبيها وتبشريها بالمبشرة العادية دي، بتعملي الصابونة كلها او جزء منها. طبعا عشان انا لسه اول مرة اجربها فهعمل جزء، بصراحة مش هضحي بصابونتي كلها لانها ممكن تبقى مش حلوة. فيلا كده نبشر مع بعض جزء منها او نص. فالمفروض ان انا ابشر، اجيب الصابونة وابشرها، انا هبشر نص منها وارجع لكم عشان بس ما اطولش عليكم. ببشرها عادي بالمنظر ده. طبعا انتوا شايفين المبشرة مش نظيفة او مش جديدة، المبشرة دي انا عاملاها للوصفات او للصابون والكلام ده، مش للاكل خالص، فيعني عادي شكلها مش لطيف، لكن انا مش بستخدمها للاكل، دي بس انا عاملاها للوصفات. طبعا عشان ما اطولش وقت الفيديو هروح اكمل بشر وارجع لكم. رجعت لكم يا جماعه، بشرت اقل من نصها، عملت كميه كبيره يعني مش قليله، فانا قلت لو الوصفه فلحت معايا وبقت حلوه هكمل الصابونه واعملها واخليها كلها في التلاجة، لو وحشه بقى تترمي. واديكم نصيحتي انكم ما تشوفوش اي حاجه وتصدقوها كده. انا المفروض هي الصابونه بعد كده بعد ما تتبشر بنحط عليها باكو بيكنج باودر او خميرة الحلويات، معروفة في بعض الدول انها خميرة حلويات. الصابونة كلها بتاخد باكو كامل، نص الصابونة ده المفروض هنحط مثلا نصه، يعني الباكو بيبقى فيه 3 معالق، نحط معلقة ونص بالشكل ده، تمام. هي الوصفة يعني الصابونة الكاملة بتحتاج باكو خميرة حلويات او باكو بيكنج باودر. بقلبهم مع بعض بالشكل ده، وهحط عليهم بعد كده معلقتين كبار من الخل الابيض، الخل الابيض العادي بتاع الاكل، هنحط معلقتين من الخل الابيض، معلقتين كبار هنزل بيهم كده. بصوا هيعمل فوران البيكنج باودر، هيعمل فوران. هقلب كده حلو خالص. هنا لازم احط خل، مش هحط مية، لسببين. الخل هيخليها ملمسها كريمي، والخل هيخلي بعد ما الصابون يتعمل كريم ما يرجعش ينشف تاني، يفضل زي ما هو كريم. زي ما انتوا عارفين لما عملنا الشاور والشامبو قبل كده، المية لما بنحط مية سخنة بتدوب الصابون، لكن بعد كده بيرجع ينشف. لكن الخل
هيخلي الصابون يبقى كريمي وما يرجعش ينشف تاني زي الصابون، ما يبقاش صابون ناشف محجر، لا هيفضل كريمي. يبقى الخل فوائده كده. بعد ما حطينا معلقتين كبار من الخل وقلبناهم، هنحط معلقة كبيرة من النشا، نشا الذرة العادي، تمام كده معلقة اهو، وهقلبهم بالشكل ده اهو، وهغطي عليهم 10 دقايق واسيبهم قبل الاستعمال. هرجع اشوف هتبقى كريمي، لازم اغطيها واسيبها 10 دقايق عشان الصابون كله يدوب ويتحول الى كريمة. فانا هغطيها بالغطا بتاعها وهسيبها 10 دقايق وارجع لها بعد كده اوريكم هنستخدمها ازاي وتحولت كريمي ازاي، وهل الوصفة نجحت ولا فشلت. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واستنوني لحد ما نرجع ونشوف ايه هيحصل. رجعت لكم بعد 10 دقايق وهي بصوا الصابون داب خالص، اتحولت الى ملمس الكريم اللي احنا بنشتريه من بره. المفروض ان انا هجربها ازاي. بغسل ايدي، انا غسلتها ونشفتها، باخد جزء كده بحطه على ايدي. بصوا طبعا هي غامقة ازاي اهو، بحط جزء منها على ايدي كده وافضل اعمل حركات دائرية اهو، وفي الحتة الغامقة. طبعا انتي مفروض تجربيها في جسمك او بوشك عادي، بس انا عشان مش بظهر بوشي فاقرب حاجة تبان في التصوير ايديا، فانا هجربها على ايديا. وزي ما وريتكم انها ايدي غامقة اهو، هنشوف هتعمل فرق ولا لا. هعمل كده بحركات دائرية في الحتة الغامقة بتاعت صوابعي وفي ايدي كلها، وبعد ما اغرقها كلها بالكريم اللي احنا عملناه ده هسيبها على ايدي لمدة 10 دقايق او لحد ما تنشف واعرف افركها. فانا طبعا عشان ما اخرش عليكم الفيديو هوقف الفيديو وارجع لكم بعد ما الصابون او الكريم اللي احنا عملناه ده ينشف وارجع افركه. خليكم معايا وما تنسوش اللايك. بصوا كده بدأت تجف، فانا هفركها بالشكل ده، هفضل اعمل فرك اهو. بفرك عادي جدا بايدي، بحاول اشوف بس في فرق ولا لا. بصوا انا هروح اشطف ايدي وارجع اقول لكم انا حسيت بفرق ولا لا. هو مش باين من الصابون، فانا هغسلها وارجع لكم عشان نقول الريفيو كامل وهل تستحق التجربة ولا لا. خليكم معايا. بصوا يا جماعة انا غسلت ايدي، بصوا في فرق في حتة الحتة الغوامق اللي عند الصوابع دي، فتحت خالص معايا. البشرة ناعمة جدا 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 زي بشرة الاطفال. بصوا اديكم شايفين الفرق، هي بس لسه ايدي محمره من الفرك، لكن هي اتفتحت خالص بجد، حلوه جدا عجبتني. واتصدمت بيها في التفتيح، يعني دي لو استخدمناها على البشره في الوش وفي المناطق الغامقه بتاعه الجسم، حلوه جدا، موفره حاجات موجوده في البيت، ما خدتش وقت معايا ولا مجهود. بشرتي ناعمه زي الاطفال، وادي الفرق. يمكن مش واضح في الكاميرا بس صدقوني الغمقان كله فتح، والبشرة حلوة جدا جدا اهو. فرق ده بين ده اهو واضح جدا اعتقد. بصراحة حلوة جدا جدا وعجبتني جدا وموفرة. وكمان بصوا الكريم زي ما هو ليه حوالي نص ساعة اهو شغالة فيه، ولسه فاضل زي ما هو كريم. طبعا ده انا احطه في علبة واستخدمه على طول. عجبني جدا واديكم شايفين الفرق.
بصراحة يعني اللي بيحلفوا في الفيديوهات انهم اول مرة جربوها وانصدموا، وبصراحة هي فعلا تستاهل. وديكوا زي ما شايفين روعة بصراحة. بصوا اهو التفتيح بتاعها حلو جدا جدا جدا، يعني انا انصدمت فعلا زي اللي اتصدموا. اتمنى انكم تجربوها، حلوة جدا جدا جدا. ممكن تستغنوا عن النشا لو مش موجود، بس الخل شيء اساسي والبيكنج باودر اساسي والصابون اساسي. الخل بيخلي الحاجة تفضل زي ما هي كريمة، مش هتنشف. لو استخدمتي مية هتنشف. بصوا فرحانة بيهم جدا، يعني بصراحة عاجبني قوي. فاتمنى انكم تجربوا الوصفة. لو عجبتكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهستنى رأيكم في الكومنتات اللي هيجربها، وهستنى اسئلتكم ووصفاتكم اللي انتوا عايزين نعملها. هتوحشوني جدا جدا. باي باي.